من المواضيع المهمة جدا اللي الناس كتير قوي بتسأل عليها موضوع نحت الجسم او الـ 4D liposculture. يعني ايه 4D؟ ناس عايز تفهم ايه 4D. 4D ده اللي هو البعد الرابع، ان انا ازاي ادي للجسم الشكل الرياضي في الثبات. يعني دايما الشكل الرياضي ده احنا بنحاول نشد عضلاتنا عشان يبان شكل او تفصيلة العضلة. ازاي ارسم شكل العضلة على الجسم مع شفط الدهون بحيث ان يديني الشكل الرياضي ده في وضع الثبات؟ هو ده اسمه 4D يا جماعة. طب احنا بنعمله ازاي؟ بنعمله عن طريق شفط الدهون عادي خالص، بس بنستخدم تقنيات معينة. طب التقنيات المعينة دي هي اللي بتعمل؟ لا، الجراح برضه هو اللي بيعمل. خلي بالكم، هل الموضوع ده ينطبق على الناس كلها؟ لا طبعا، ما ينفعش ان انا اجي اطبق هذا الفكر على ناس البي ام اي بتاعها او كتلتها معديه ال 35. ليه؟ لان الناس دي ابتدت تبقى تخش في شريحه السمن المتوسطه والسمن المفرطه، اللي هي لازم تخس وتنزل في وزنها الاول. يعني شفط الدهون لا ينقص وزن، وانما يعمل شيبنج، ري بوزيشن، ترانسفورميشن. ان انا ادي الشيب الرياضي للرجل او للمراه، كل واحد فيهم ليه وصف، ليه شكل. ازاي عضله البطن عند الست بيبقى شكلها ايه لما بتبقى هي رياضيه وبتعمل تمارين عضليه، وازاي الراجل شكل بطنه وشكل وسطه وشكل صدره والبنش والدراع والحاجات دي كلها. كل مرحله عمريه، كل شيب للجسم، كل واحد فيهم ليه الرسمه بتاعته. احنا مش بنثبت شغلنا. هو ده يا جماعه الفكر بتاع الجراح اللي انا بقول لكم عليه. طريقه التخدير بتختلف من البنج الموضعي للبنج النصفي للبنج الكلي. بعد العمليه دي ان هو يمشي على نظام حياتي مش نظام اكل. اكل امتى واكل ازاي وامشي او امارس اي نوع من انواع الرياضه عشان احافظ. انت صعب ان انت توصل للكتله الدهنيه دي تاني، لان احنا خلاص تخلصنا من الكتله الدهنيه. عشان كده احنا لما بيجي نشتغل ما نعملش منطقه ونسيب منطقه، احنا بناخد الترانسفورميشن بتاع الجسم كله. بعد العمليه بيحصل نوع من انواع التورم عشان ما يزيدش. احنا بنعمل بريشر جارمنتس او كرسيات معينة بحزمة معينة بنحطها على المريض. أول ما بنخلص بيبتدي يعمل جلسات حاجة اسمها نيوماتيك أو لمفاتيك مساج، حوالي 12 جلسة في أسبوعين بعد العملية عشان تسرع من نزول التورم. بين الألم بيبقى موجود في أول يومين ثلاثة، بيبقى شبيه بألم الجبر، تكسير العظم من المجهود الجيم. بقية الأسبوع الأولاني بيبقى فيه تندرنس أو تألم. تألم ده إن أنت تبقى قاعد في السكون مش موجوع، لكن لو اتخبطت في المنطقة اللي مشفوطة بتحس بالبين. بيربل أو محتمل، وبيتاخد له مسكنات بسيطة جدا عشان نتعايش معه.